أخيراً وصل الجميع. أهلاً يا أمي، ما رأيك في الزينة؟ زينة تبدو رائعة، أحسنتما صغيراي. نعم، إنها رائعة بالفعل. أها، لم أرى مثله منذ كنت صبياً. انظري سوسن، إنه قطار بخاري. دخان. لا سوسن، إنه بخار. دخان. هل سمعت كلمة دخان؟ إنه حريق. أوه لا، إذا سقط برج الماء سيسحق القطار. ابتعدوا من هنا. سأتصل بالإطفائي سامي. حريق في محطة القطار الجديدة. شب حريق في محطة القطار الجديدة. نعم، والآن اهدأوا. خزان الماء ثقيل جداً، لهذا قد ينهار البرج في أي لحظة. أيمن، قم برش الماء على قاعدة البرج. أماني، أوقف الزهرة أمام القطار. فوراً يا سامي. ابتعدوا جميعاً. ابقيا معي. والآن أماني تحركي. واصلي أماني. تبدت النار سامي، ولكنها لا، كل هذا المجهود. أبي، القطار سليم، سحبته أماني في اللحظة المناسبة. فعلاً، أشكرك أيتها الصغيرة سوسن، لولاها ما انتبهنا للحريق. سامي، بما أن القطار لم يتضرر، أيمكننا القيام برحلة التدشين يا جدي؟ لا أعتقد هذا يا فارس، لا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان. انتظروا، أنا لدي فكرة. إذا كنت تريد ماءً، املأ خزان المشتري. فكرة رائعة، بالفعل، شكراً. نعم، صحيح. إذن يمكن أن نواصل حفل التدشين على أي حال. وينضم قطار بونتي باندي السريع إلى بقية مركبات بونتي باندي الرائعة. ولكنني أعتقد أنكم تتفقون معي جميعاً على أن المشتري أنقذت الموقف اليوم. تواجه مشكلة عند طريق الريف القديم. أين القائد نزار والمركبة المشتري؟ سامي، نواجه مشكلة، علقت المركبة تحت الجسر. أوه لا، ماذا سنفعل؟ ليس لدينا سوى خيار واحد. واحد، اثنان، ثلاثة، اسحب. لا أعتقد أن هذا سيفيد سيدي. قد تكون مصيباً إذا لم نستطع سحبها. لن يبقى سوى خيار واحد، سنضطر إلى فصل المنصة. أوه لا. أين اتجهت؟ نحو الحقل في هذا الاتجاه، حاولت إمساكها سامي. لا تقلق، سوف أتصرف. اهدئي يا سارة، سوف أحضر سلماً. سمعت صراخاً، ما الأمر؟ أنا، أنقذوني. خطرت لي فكرة أفضل. هل أستطيع المساعدة؟ أمسك الطرف الآخر بقوة يا نبيه. والآن يا سارة، تدلي بالاعتماد على يديك فقط. والآن عندما تهبطين، حاول السقوط على ظهرك، فهمتي؟ تستطيعين الهبوط الآن. واو، هذا يبدو ممتعاً الآن. لا سيدي، أرجوك. ابتعد يا أيمن. توقف، أنت ماذا تفعل بمركبة العزيزة؟ المشتري علقت ويريد القائد نزار فصل المنصة. ماذا؟
لا داعي لهذا. أعتقد أن لديك فكرة أفضل. نعم، لماذا لا نفرغ الإطارات من الهواء فتنخفض المركبة ونقوم بإخراجها بعد ذلك؟ قد تنجح هذه الفكرة سليم. زمجر؟ ما هذا يا محسن؟ زمجر يقود القطار يا أمي. خيالك خصب يا محسن. انظري بنفسك إذن. إنه محق، لا يوجد سائق. ماذا؟ أين فائق؟ أرى كلبا يقود القطار. آمل أن يعرف ما يفعل. هل قلت الكلب يقود القطار؟ لم يعد الوضع مملا. سامي، أحمد الله أنكما وصلتما. عليكما إيقاف القطار قبل أن يصطدم بحواجز نهاية الخط. لا تقلق سيد فائق. سامي اصعد. أشعر بغثيان. انظروا هناك، إنه فهد بالمروحية. إنه ينزل شخصا بالحبل. إنه الإطفائي سامي. رائع. مرحبا زمجر، تحتاج إلى رخصة لتقود شيئا كهذا. كان هذا مدهشا. الحمد لله، توقفنا في اللحظة المناسبة. تحية للإطفائي سامي. كان زمجر أفضل سائق قطار في العالم. لم يكن هذا مملاً، كان رائعاً. متى سنأتي مرة أخرى يا أمي؟ كل شيء بخير. أحضرنا لك تذكار قطار بونتي باندي يا سيدي. ضابط المحطة سليم؟ أنت بخير سيدي؟ نعم، لكنني ملتصق بالغراء. ملتصق؟ كان ضابط المحطة سليم يبين كيف يجب على الإطفائيين أن يتلاحموا دائماً. نعم، بالضبط، هذا ما حدث. تمرين بسيط على التلاحم، ولكن عفواً، هل يمكن أن تفصلنا الآن؟ سأكون ممتناً للغاية يا سامي. لا يا سيدي، آسف، ليس مضحكا. هل ترى؟ أنا أسوق الآن كما ترى، كما في اللعبة بالضبط. أتمنى أن تستطيع قيادة عربة الإطفاء. لماذا؟ لأننا بدأنا نتحرك. ماذا؟ ولكن العامل الأهم لتكون إطفائيا ناجحا هو أن تكون يقظا، ويجب عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين وتبقى متيقظاً دائماً وأبداً. النجدة، كيف تنزل هذه النافذة؟ لا تتحرك كي لا تضغط دواسة التسريع. ما هي الدواسة؟ الشيء الذي ضغطته. كان محسن متشوقاً لقضاء اليوم في محطة الإطفاء، يعتقد أنه يمكن أن يصبح إطفائياً. تخيل هذا، محسن إطفائي، سأكون فخورة به. انظر، إنه يقود عربة الإطفاء. لا، محسن يقود عربة الإطفاء. يا إلهي، يجب أن أتصل بالإطفائي سامي. وهكذا تصبح إطفائيا ناجحا بكل معنى الكلمة. تراجعوا أيها الرواد، يبدو أن لدينا حالة طارئة. شهد محسن غانم يسوق المشتري في شوارع بونتي باندي قبل لحظات. ولكنه كان هنا قبل دقائق. سأبقى هنا للاهتمام ببقية الرواد. انتبه، نتجه نحو رصيف الميناء. لا، تضيع.
يتجه نحو رصيف الميناء. سأحاول تخفيف سرعته. أماني، اذهبي لإغلاق الطريق وإيقاف حركة المرور. سأنفذ فوراً سامي. اسمعني محسن، لا تخف، أريد منك أن تطفئ المحرك الآن. كيف أفعل هذا؟ أدر المفتاح نحوك. هيا سامي. والآن اضغط دواسة المكابح. أي واحدة هي؟ الدواسة اليسرى. أين جهة اليسار؟ إنها عكس يمينك محسن. لا أستطيع الوصول إليها. سأدوسها أنا. مرحبا بكما، ماذا تفعلان هنا في هذا الوقت؟ اعتقدنا أنك دب قطبي. دب قطبي؟ اعتقدتما أنني دب قطبي؟ كنا نتتبع أثر أقدام ضخمة على الثلج. سارة انظري، إنها أثر قدميك أنت نبي. قلت لك إنه لا توجد دبابة قطبية في بونتي باندي. في كندا نقول دائما القاعدة الأولى للوقاية من الثلج نتجنب الأصوات العالية لأنها تسبب انهيارات ثلجية. أنا متأكد من وجود مصباح يدوي معي. كنت أشحن البطاريات ونسيت تركيبها. لدي فكرة. مهارات بقاء رائعة يا فارس. بدأت أقلق الآن فعلاً. أعتقد أنهما تاها بسبب الثلوج. نعم، دعينا نتصل بالإطفائي سامي. جهاز غريب وعجيب. حالة طارئة. فارس وسارة اختفيا في الثلج. فارس وسارة اختفيا في الثلج. هذه مهمة لزحل. سامي خذ أنت عطارد. أماني وأيمن خذا زهرة وزحل وأبلغاني بما يحصل باللاسلكي. أي إشارة أيمن؟ لا سامي، انتظر، ما هذا؟ ربما هما، لكنني أرى ثلاثة. عثرت عليهما. يوجد كهف في الغابة على بعد 100 متر إلى الشرق من مكانك. أحسنت أيمن. فارس، سارة. نحن هنا يا عمي سامي. اطمئنا، سأخرجكما بسرعة. شكرا سامي، كيف عثرت علينا؟ رائع. إنه جسم طائر مدهش. لا، إنه جهاز اسمه زحل يستخدم الحرارة للعثور على الناس. واو. أماني، أيمن، زحل عثر عليهم، الجميع بخير وأمان. هل ترين يا ليلى، نبيه ليس الوحيد في معرفة أساليب مواجهة الصعاب. لم يعد لدينا ما نحرقه، علينا أن نتدفأ إلى أن تصل النجدة. سأبحث عن أشياء أخرى في الحافلة. خذ يا عم تامر، أحرق هذا. شكرا يا محسن. الحافلة، نقف فوق بحيرة والنار أدت إلى تشقق الجليد. ليبتعد الجميع، ابتعدوا. صورة محسن النفيسة في الحافلة. والآن لم يعد لدينا مكان للاحتماء ولا نار. سنواجه مشكلة كبيرة إذا لم ينجدنا أحد. حالة طارئة، الحافلة خرجت عن الطريق ونحتاج مساعدة. يا إلهي،
حافلة تامر خرجت عن الطريق؟ حافلة تامر تواجه مشكلة، الركاب بحاجة إلى مساعدة. متى سيأتون لإنقاذنا يا أبي؟ قريبا جدا. اسمعوا، لقد جاءوا. إنه الإطفائي سامي. أيمن، تأكد من إبعاد الجميع مسافة آمنة. أماني، استعدي مع المشتري. ليبتعد الجميع. سأشغل المرفأ. أماني، قد نحتاجك الآن لدعم المرفأ. أنت محق يا سامي. دعونا نحتسي الشاي ونتأكد من سلامة الجميع ودفئهم. تامر، أنقذتها؟ أه؟ أنقذت ماذا؟ صورتي العزيزة، تعرف مدى اعتزازي بها. أوه تامر، أنت بطل حقيقي. خشيت أن أفقدها. إنها صورة محسن وهو طفل بملابسه الصغيرة. أعبر لك عن تقديري لذهابك وإحضار النجدة أثناء العاصفة، عمل شجاع فعلا. ماذا يمكن أن أقول يا تامر؟ الشجاعة جزء من شخصيتي. اسحب، إنني أسحب. لابد من أن أتصل بسامي. فتحي يتدلى من صخرة ممسكا بجيتار ضخم. اعتقدتها ليلة هادئة. فهد، أنا سامي، سأحتاج إلى دعمك. فورا سامي. اصمت يا فتحي، سيصل سامي قريبا. لا أستطيع أن أصمد أكثر. سامي، سامي. سأنزل الحبل الآن يا سامي. يا إلهي، آسفة يا أطفال، لقد تأخر الوقت، علينا أن نعود إلى البيت. أرجوك يا أمي، ألا يمكن أن ننتظر قليلاً؟ الواقع أن الانتظار طال، سأضطر إلى إبلاغ الحضور. سيداتي وسادتي، يؤسفني أن أيمن لن يحضر الليلة، لهذا أريد أن أبلغكم بأن برنامج حفلة الليلة تغير، سأغني أنا لكم. أنت؟ نعم أنا. على الإطفائيين أن يكونوا مستعدين للتحرك دائماً عندما يحتاجهم المواطنون. أنت مستعد؟ طبعاً، أنا وجيتار الصغير مستعدان دائماً. صف طارق قدميك، أحضر خرطومك وخوذتك. سنقيم احتفالاً كبيراً رائعاً، سنغني في محطة الإطفاء. أنت سليم ومعافى يا فتحي، عليكما أن تكونا أكثر حذراً في المستقبل. سعيد بسلامتك يا فتحي، ولكنني حزين لأنني لن أشارك في الحفل. فقد ظهور بهجته حتى لو استطعت الذهاب الآن. فهد. نعم سامي. ما رأيك في رحلة إلى موقع الاحتفال؟ نغني في محطة الإطفاء، نعم نعم، نرقص في محطة الإطفاء، نعم نعم، نفرح ونغني وجرس الحريق يقرع. نغني في محطة الإطفاء. شكرا، ليت أيمن يستطيع أن يرى غنائي هذا. انظر، هذا أيمن. ما الذي يحدث هنا؟ انتظروا، لم نثبت بعد، لم نثبت المرسى بعد. يا إلهي،
الله. إننا نبحر نحو الوحش. يا إلهي، هل سمعت؟ الوحش تحتنا. اثبتي. سارة، هل كان صوت الوحش هكذا؟ أنا هل ترون؟ سارة خائفة، تعرف صوت الوحش. فارس. لا، يوجد جهاز إرسال في المركز، اتصل بالإطفائي سامي. والآن حاولوا أن تحافظوا على هدوئكم، سيصل سامي خلال دقائق. علقوا وسط البحيرة ووحش بونتي باندي الضخم تحتهم. علقت مجموعة من سكان بونتي باندي وسط البحيرة، ويحتمل أن يهاجمهم الوحش. أماني، أريد أن تربط المرسى العائمة بطرف الحبل الآخر. نعم يا سامي، اطمئنوا، سوف يسحبنا الإطفائي سامي إلى الشاطئ. لا تستطيع عطارد سحبكم. هذا، سأنزل تحت الماء. لا، سيأكلك السمك. هيا سامي،